واصلت قيادة خفر السواحل حملتها التفتيشية في مرافق الصيد والشواطئ لضبط المخالفين والتأكد من عدم حيازة مرتادي البحر لوسائل وأدوات الصيد الممنوعة والتزام الطاقم البحري باشتراطات الأمن والسلامة البحرية وعدم مخالفة القوانين الإقامة وتنظيم سوق العمل. وتؤكد قيادة خفر السواحل تكثيف الحملات البحرية خلال الشهر الفضيل للحفاظ على الأمن البحري والتصدي للمخالفين والخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة حيال ذلك